الشيخ ما حكم الشخص إذا صافح المرأة أجنبية، هل صوم جائز أم لا، يقتل؟ مصافحة الأجنبية ما تجوز إلا إذا كانت كبيرة في السن لا فتنة فيها. الشيخ أنا عارف أنها لا تجوز، ولكن ما حكم مسافها امرأة أجنبية، هل صومه صومه صحيح، نعم جائز؟ صومه صحيح، لكن فعله لا يجوز.